وأخيرا اكتشفنا من قتل سكان الأزتيك. قبل حوالي 500 عام انهارت فجأة إمبراطورية الأزتيك المزدهرة بمجموع سكان بلغ 15 مليون شخص، ابتداء بالمحاربين الشجعان إلى المزارعين والتجار الناجحين وكل من بينهم. ماتوا جميعا واحدا تلو الآخر بغموض. من أو ماذا قتلهم؟ هل كانوا الإسبان؟ أو ربما كان وباء فظيعا؟ يعتقد العلماء أن الجاني ربما كان الأخير، ويبدو أنهم قد عثروا أخيرا على ما جلب هذا المرض المدمر للحضارة. شاهد هذا الفيديو لمعرفة الطريقة التي أتى بها ولمعرفة بعض الحقائق المثيرة للاهتمام التي لربما تجهلها عن الأزتيك، بالإضافة إلى لعبة صغيرة صممناها من أجلك. ابحث عن 4 مصابيح صغيرة مضيئة مختبئة خلال الفيديو. لما مصابيح مضيئة؟ بالطبع لأنها شعارنا هنا في الجانب المشرق، وبمجرد أن تعثر عليهم أخبرنا بذلك في التعليقات. سيظهر أول مشاهد ينجح في إيجادهم خلال واحد من فيديوهاتنا القادمة. حظا موفقا. وبالعودة إلى الأزتيك، بدأ هؤلاء القوم يموتون في مجموعات كبيرة نتيجة لما يعرف باسم وباء الكوكو ليزيتلي، والذي أصابهم في موجتين، كانت الأولى عام 1545 والثانية عام 1576. وكما هو الحال بالنسبة لجميع الأمراض، كان لهذا المرض أعراض سيئة للغاية، تضمنت أشدها رعبا القيء الخارج عن السيطرة والنزيف من العينين والأنف والفم وظهور كتل متورمة مؤلمة حول الأذنين والرقبة. ناسفوا للجالسين الآن لتناول طعامهم. وفي النهاية كما لك أن تتخيل، فإن نسبة النجاة من هذا المرض ضئيلة جدا. كان للعلماء دوما العديد من الفرضيات حول مسبب هذا الموت الجماعي. ربما كان الطاعون أو حمى التيفوئيد أو داء الحصبة أو الإنفلونزا أو مجموعة كبيرة من الأمراض المعدية الأخرى. حسنا، يبدو أنهم أخيرا قد توصلوا للإجابة. في أحدث أبحاثهم التي نشرت نتائجها في مجلة إيكولوجيا البيئة وتطورها، حيث قامت أخصائية باثولوجيا المومياء كريستين بوس وفريقها بتحليل الحمض النووي المستخلص من أسنان بقايا الأزتيك المدفونة فيما يسمى الآن بجنوب المكسيك، فاستعانوا ب29 رفات بشرية، وباستعمال أحدث أساليب البحث العلمي عثروا على آثار جرثومة السالمونيلا المعوية. لقد سمعنا جميعا بالسالمونيلا، وهي البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي. يحتاج معظم الأشخاص حاليا من 4 إلى 7 أيام للتعافي بمفردهم من هذه البكتيريا، ولكن في عصور الأزتيك كانت الأمور مختلفة تماما. فكما نعلم، تدخل البكتيريا إلى أجسادنا من خلال الطعام والماء الملوثان، وتسبب الضرر في المقام الأول للأمعاء، ولكن العثور عليها في أسنانهم يشير بأنها كانت منتشرة في أجسادهم وفي شعيراتهم الدموية. من كان يتصور بأن شيئا لا نقلق حياله الآن؟ ربما كان قويا بما يكفي للإطاحة بإمبراطورية بأكملها. والآن كيف وصلت السالمونيلا تلك إلى هناك؟ تقول إحدى الروايات الرئيسية بأنها كانت واحدة من الهدايا التي جلبها الأوروبيون للعالم الجديد، لذا في الحقيقة لم نبتعد كثيرا حينما اعتقدنا بأن الإسبان هم من قتلوا الأزتيك، فقد أدت الأمراض التي حملوها هم الأوروبيون الآخرون عبر المحيط إلى أكثر الأوبئة المهلكة على الإطلاق. انتشر وباء الكوكو ليزيتلي الذي تحدثنا عنه في جميع أنحاء وسط المكسيك وغواتيمالا، وحتى أنه قد وصل إلى البيرو، بيد أن بعض العلماء يعتقدون بأن الجرثومة قد نشأت في موطن الأزتيك أنفسهم، ولم يكن الأوروبيون أنفسهم على علم بطريقة علاجها، ولذا أصيبوا أيضا بالعدوى. ماذا عن إعطاء العلماء مزيدا من الوقت ليقرروا من هو الملام على انتشار جرثومة السالمونيلا؟ وما إذا كانت هي السبب الوحيد لدمار الإمبراطورية؟ سنشغل أنفسنا في الوقت الراهن ببعض الحقائق المثيرة عن الشعب الذي قدم الشوكولاتة للعالم. لا، لسنا نتحدث عن هيرشيز، نحن نتحدث عن أول من اكتشف هذا المذاق الرائع، الأزتيك. نحن ممتنون لهم حقا لإشباع شهيتنا للحلويات. اضغط على زر الإعجاب إذا كنت ممتنا كذلك. 10. الاسم. نعرفهم بالأزتيك، ولكنه في الحقيقة ليس اسمهم الأصلي، فقد تم ابتكاره من قبل الأوروبيين الوافدين.
ولعل الإلهام قد جاءهم من مكان يدعى أزتلان شمالي المكسيك، في حين أطلق الأزتيك على أنفسهم اسم مكسيكا، وأصبح الاسم فيما بعد اسما لدولة المكسيك. 9. لاعب كرة السلة الأصليون. سبق الأزتيك إلى اختراع كرة السلة بطريقة ما، أو على الأقل اخترعوا لعبة بالكرة تشبه إلى حد كبير كرة السلة التي نعرفها الآن. كانت تدعى لعبتهم، وتحملني قليلا فلغة الألتيكية ضعيفة، أولاماليزيتلي، حيث استعملوا كرة مطاطية للعب، وكان هذا أمرا متمردا للغاية في تلك الفترة الزمنية، ولعبوا في منطقة خاصة تدعى تلاشيتلي. كان ينبغي على اللاعبين رمي الكرة من خلال حلقة حجرية صغيرة، حسنا تبدو ككرة السلة، وسمح لهم بلمسها فقط بالرأس والمرفقين والركبتين والوركين، حسنا حتما ليست كرة السلة. وهناك أيضا قاعدة هامة، وهي أنه لا يمكن للكرة أن تلمس الأرض، إذن هي ببساطة كرة سلة، ولكن تحت تأثير المنشطات. 8. تقويم مثير للاهتمام. استعمل الأزتيك تقويما شمسيا يضم 365 يوما في السنة، حسنا لا يبدو وكأنه تقويم مثير للدهشة، أليس كذلك؟ لكن انتظر، فهناك المزيد. تم تقسيم هذا التقويم إلى 18 شهرا يدوم كل واحد منهم لعشرين يوما، وإذا حسبت الأرقام سيعطيك ضرب العشرين في 18 360. إذن ما الذي حدث لبقية السنة؟ كانت هذه الأيام الخمسة الإضافية بمثابة أيام مشؤومة. هل بإمكانك تخيل محاولة تخطي خمسة أيام مشؤومة بشكل متتالي؟ بالنسبة لي سأحبس نفسي وأنغمس بمتابعة مسلسلاتي. اقترحوا علي بعضها في التعليقات. 7. نظام عبودية فريد من نوعه. لم يكن للأزتيك تقويمهم الخاص بهم فحسب، بل كان لهم أيضا نظام استرقاق فريد من نوعه، فكان بإمكان الفقراء بيع أطفالهم أو حتى أنفسهم للعبودية، وبالمال الذي يحصلون عليه من هذه الصفقة، بالإضافة إلى الإيرادات المحتملة لعملهم الشاق، يمنحون فرصة لإعادة شراء حريتهم، أو يمكنهم الهرب من خلال الذهاب للمعبد المقدس، وحينها يفقدون عبوديتهم تلقائيا. تبدو لي كالنسخة البالغة من لعبة ليس بإمكانك أن تلمسني، أنا محصن، ولكن حتى البقاء في العبودية لا يعني حياة لا منتهية من العذاب، فقد كان بإمكان العبيد الزواج وتكوين عائلات والتملك، وانتظر، شراء عبيد أيضا. مهلا، إنه نظام متداخل مثل فيلم إنسيبشن، والأهم من ذلك كله أن الأطفال المولودين في عائلة عبيد لا يصبحون تلقائيا من ممتلكات مالك العبد، فإذا كانت هناك طريقة ما لجعل الممارسات الفظيعة للعبودية أخلاقية نوعا ما، فيبدو بأن الأزتيك قد حققوا ذلك. 6. تعدد الزوجات. وبمناسبة الحديث عن العائلة، لطالما كان تعدد الزوجات مقيدا ببعض القوانين الصارمة، ولكنه كان مسموحا به لرجال الأزتيك. كان بإمكانهم إجراء مراسم زواج للزوجة الأولى، وهي تعتبر الرئيسية، بينما تذكر الزوجات الأخريات في الوثائق الرسمية، ومن المفترض أن يعاملن بقدر مساو من الاحترام كالزوجة الرئيسية. وكانت العائلات التي تضم أكثر من زوجة هي العائلات الغنية، وعادة ما تنتمي للمجتمع الراقي، وكان يسمح بالطلاق، ولكن كان الموت عقوبة للخيانة الزوجية. إذن كم من المصابيح المضيئة شاهدت حتى الآن؟ تذكر، قد تكون مخفية في أي مكان. والآن لنعد للفيديو. 5. الاحتفاظ بالسجلات. كانت النهواتل هي اللغة الرسمية للأزتيك، واستنادا إلى لفظية السيئة لهذه الكلمات، يجب التفكير جديا بأخذ دورة بها. استخدم الأزتيك شكلا من الكتابة يوصف بالكتابة التصويرية، وتتألف هذه الكتابة من صور صغيرة، وكانت أدوات الكتابة لديهم هي اللحاء أو جلد الغزال، بينما تم استعمال الفحم كالأقلام، وترك الأزتيك سجلات مفصلة عن تضحياتهم الدينية والمناسبات الهامة وحتى عن الضرائب. 4. الفنون والحرف. لربما قتل الأزتيك الكثير من الناس، ولكن هذا لا يعني بأنهم كانوا فقط مجموعة همجية من الأغبياء، فقد صنعوا فنونا مدهشة، بالطبع كان معظمها وسيلة لتقديم القرابين للآلهة، ولكن يبقى الموهوب موهوبا، كما وعرفوا الفخاريات ونحات التماثيل والأصنام الضخمة المصنوعة من الحجر لوضعها في المعابد.
كانت وسائل العمل لديهم تتضمن حجر اليشب وحجر السبج والمرو، وعملت جميعها على تكوين هيئات واقعية المنظر للأشخاص والحيوانات. كما كان للمحاربين فنهم الخاص، حيث قلد الأزتيك محاربيهم الشجعان ببعض الأوشام التي تظهر إنجازاتهم في ميدان المعركة. وأخيرا قام الأزتيك أيضا بكتابة الشعر. 3. التعليم الإلزامي. إثبات آخر على اهتمام الأزتيك بالفنون والتعليم يتضح من نظامهم التعليمي العام الإلزامي. كان أطفال العائلات النبيلة الأكثر ثراء يدرسون التاريخ وعلم الفلك والفن والحكم والقيادة، بينما كان أطفال الطبقة الفقيرة يذهبون لمدارس مختلفة لتعلم المهارات التي يحتاجها المحارب المستقبلي. وكانت الإناث يدرسن في مدارس منفصلة، وكانت دروسهن في معظمها عن الطبخ والنسيج ومهارات منزلية أخرى. 2. عاصمتهم. كانت المدينة الرئيسية للأزتيك تقع في وسط بحيرة وتدعى تينوتشيتيتلان، وبلغ عدد ساكنيها 200,000 شخص، وكانت أكبر من معظم المدن الأوروبية آنذاك، حتى أنه كان فيها موظفين لجمع القمامة من أجل الحفاظ على المدينة نظيفة تماما. والبحيرة التي كانت تقع عليها هي الآن في معظمها أرض جافة، حيث تقع اليوم مدينة مكسيكو. 1. الشوكولاتة. وأخيرا هذه اللحظة التي انتظرناها جميعا، ما علاقة الأزتيك بالشوكولاتة؟ لقد تكرموا بمشاركتها مع سائر بلدان العالم، وفعلوا ذلك بطريقة طريفة للغاية، فقد ظنوا بطريق الخطأ أن المكتشف الإسباني هيرنان كورتيس هو إله محلي كان قد وعدهم بالعودة مجددا عند مغادرته. وقد ظهر كورتيس في نفس المكان المتوقع لعودة الإله بمحض الصدفة، فقام حاكم الأزتيك مونتيزوما بتقديم كوب من الكاكاو لكورتيس، بالإضافة إلى مزرعة كاملة من أشجار الكاكاو. فكانت هذه طريقة معرفة الإسبان بسر الشوكولاتة. أرأيت؟ حتى كلمة شوكولاتة التي نعرفها ونحبها مشتقة من لغة الأزتيك. أرغب الآن بكوب من الشوكولاتة الساخنة. نأمل بأنك استمتعت بمشاهدة هذا الفيديو وتعلمت شيئا واحدا أو اثنين عن التاريخ. اضغط على زر الإعجاب إذا تعلمت اليوم شيئا رائعا. هل تمكنت من رؤية المصابيح المضيئة الخمسة التي ذكرناها في البداية؟ شاركنا من فضلك في قسم التعليقات أدنى، ولا تنسى الاشتراك بقناتنا لتكون أول من يشاهد آخر المستجدات لدينا. وتذكر بأن الحياة أفضل في الجانب المشرق.